تجربة اللاعبين المصريين في السعودية شايفها ازاي؟ يمكن انت احمد حجازي طارق حامد شايف التجربة ازاي؟ وهل في لعيبة مصريين قادرين ان هم يحترفوا في الدوري السعودي الفترة الجاية؟ لا يمكن يمكن حجازي طبعا بقاله كذا سنة هناك فنجح طبعا، ونفس الكلام طارق. أكيد أنت عندك لعيبة كويسة كتير في مصر، فأكيد في لعيبة تقدر كتير اللي هي تروح تلعب في السعودية عادي يعني. شايف رحيل احمد عن الاتحاد والكلام اللي بيتقال، شايف ان هو خسارة النادي الاتحاد، وخاصة مع خبراته وقوة مدافع قوي زي احمد حجازي؟ مش حوار خسارة، يمكن هي ممكن زي ما قلت لك هي ظروف، هو ممكن خلاص كل واحد بيبقى ليه فترة معينة في نادي معين، خلاص انت بتلعب النهاردة في الاتحاد ممكن يروح بكرة فرقة كبيرة، خلاص هو ممكن خلاص عقده كمان خلص، فما اقدرش اتكلم، انا ما اعرفش التفاصيل الموضوع عشان اقول لك يعني. منتخب مصر بقى ومع كابتن حسام حسن، شايف وجود كابتن حسام حسن ازاي في تجربة جديدة لمنتخب مصر مع مدير فني وطني؟ يمكن كابتن حسام لسه جديد، طبعا الناس بتحكم برضو يعني، احنا عندنا في مصر للاسف بنحاسب بالقطعه يعني ما بنشوفش فالكابتن لسه يمكن تاني معسكر ليه اللي فات، فالراجل لسه ما اشتغلش يعني، لسه ما ظهرش يعني اللي عنده يعني. تعامله مع اللعيبة، شايف ان هو يفرق ان المدير الفني يكون من نفس البلد، بيعرف يتعامل، بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة المصريين بصفة خاصة؟ كان هو لسه جاي زي ما قلت لك، باين بقى له معسكرين، فانا الراجل بصراحه بيتكلم مع اللعيبه كلها كويس، وما فيش فروقات يعني بين اي حد يعني. بيتعامل مع المهاجمين ازاي ومع محمد شريف بصفة لا خاصة؟ يمكن هو المهاجمين بعد التمرين ما بيخلص بيجيب المهاجمين طبعا، بيشغلهم على الجون وكده، ولا الراجل بصراحه بيشتغل يعني. زعلت انك ما شاركتش بصفة أساسية مع منتخب مصر في المرحلة اللي فاتت ما دي؟ اكيد، ما انا لو فرحان ان انا قاعد ما العبش كوره بقى فاهم، اكيد طبعا اي لعيب يبقى نفسه يلعب طبعا ويشارك اكيد يعني. تتمنى ايه مع المنتخب الفترة الجاية، وخاصة عندنا تحديات أمم أفريقيا، عندنا كأس عالم، تتمنى ايه مع المنتخب المصري الفترة الجاية؟ طبعا بتمنى طبعا نروح كاس عالم طبعا، ده حلم لاي لاعب يعني، وان شاء الله خلاص احنا يعني لو كسبنا ماتشين كمان اعتقد ان الموضوع بيقرب اكتر، ده اول حلم الواحد بيحلمه، تاني حلم ان شاء الله ناخد بطولة مع المنتخب يعني بإذن